السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة تيكوف ميديا. اليوم سنقوم بشرح القنوات الحديثة والجديدة في الأطراف التي تبث مباريات مهمة من دوري أبطال أوروبا ومنافسات قارية. سأقوم بخوض تفاصيل هذا الشرح وهذه القنوات الرائعة خاصة التي ظهرت مؤخرا قنوات RMC سبورت الرياضية الفرنسية. سأريكم هذه القنوات بالعادة أصدقائي، نتمنى منكم ضغط زر الإعجاب وتابع لقناتنا لكي تصل إلى أكبر عدد من المتابعين. كما ترون أصدقائي هذه القناة الأولى الألمانية التي تنقل منافسات المنافسات القارية، هي مفتوحة وتبث مباريات منتخب ألمانيا. عموما هذا ليس مهم كثيرا. سنرى الآن القناة RMC المكسورة حاليا على تربيرات الفورادة. كما ترون أصدقائي سأبحث عن قنوات RMC الفرنسية. كما تشاهدون أصدقائي هي قناة أولى RMC سبور 1. RMC سبور 1 هذه قناة الأولى. قنوات هذه القنوات مهمة جدا كما ذكرت، تبث دوري أبطال أوروبا ومنافسات دوري البرتغالي والدوري الأهم وهو الدوري الإنجليزي، كلها على هذه الباقة الرائعة والرائعة جدا. كما تشاهدون هذه القناة RMC 2. كما تشاهدون أصدقائي هذه RMC سبورت نيوز الإخبارية، هي باقة رائعة ورائعة أصدقائي، يمكنكم الاعتماد عليها في متابعة أحداث رياضية. هذا فيما يخص الباقة الفرنسية. سأتحول الآن إلى الباقة الألمانية، أيضا تبث منافسات الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. طازن 1 وطازن 2. هي باقة طازن أولى وطازن 2. كل هذه القنوات المهمة مكسورة على سيرفيرات الفوريفر. والباقة المعروفة باقة سكاي أيضا ضمن هذه القنوات كما تشاهدون سكاي سبورت. كلها شغالة وتعمل، يمكنكم الاستفادة منها. سكاي سبورت رياضية. كما تشاهدون أصدقائي هي قناة سكاي سبورت الألمانية